ازاي لو انت جمعت الاربعه على عبد الرحيم الفائز والثلاثه اللي وراه يطلع 116000 صوت؟ ايه ده؟ والصحيحه 75. يعني انت اهبل للدرجه دي يا مخرط للدرجه دي؟ والحقيقه انك مخرط مش اهبل، لانك عمرك ما كنت اهبل، يبقى مخرط. لانك ايه؟ بتناصر عم الشبكه، عايز تشكك في المرشح الفائز. فطول الوقت ده ضغط على اعصابي جدا، خلاني طلعت قلت ان ما يحدث بالنص كده هو سفاله وانحطاط. انك انت توصلي الحوار السياسي والعراك السياسي والمعركه السياسيه لهذا المستوى من السفاله والانحطاط، عايز تحرقي بلد عشان ما نجحتيش، دي سفاله وانحطاط. لما بناتي واصحابي واللي زي حضرتك والناس اللي بيحبونا قالوا لي ان ده يعني ما تعودناش منك، لا يليق منك انك تعمل ده، طلعت قلت والله انا متمسك باتهاماتي، التعامل مع الاخوان ومساندتهم وكتابه برنامجهم في 2007، كل الحاجات اللي انا قلتها انا متمسك بيها جدا. النخبه الفاسده اللي صنعت دستور فاسد زيها اللي عمل كل ده انا متمسك بيه، لكن بعتذر لجمهور الشعب المصري، بعتبر لاسره مرتضى منصور، بعتبر اسره عمرو الشوكي، بعتبر اللي ده دوت، بعتذر لهم لاني قلت دوت. احنا ادينا لك صوت. اهلا وسهلا يا فندم. انا اديتك صوت. أهلاً بس وسهلاً. انا زعلت من اللي انت قلته. وانت اعتذرت يا فندم. انا زعلت وانا اعتذرت لان انت بتمثلني. الخطا مردود يا فندم، انا اعتذرت. بس ده احنا ما اقدرش اعمل اكتر من كده. احنا بنحبك وانا بحبكم، بس انا بس انت لما تضغط اعصابي يا فندم. انما انا زعلت لما انت زعلت وانا اعتذرت. اعتذرت يا فندم تاني يوم. ليه؟ بس انت بتمثلني. ليه متضايقين ان انا ليه متضايقين؟ لا بالعكس، حطيتوا صوتكم في المكان الصحيح. بالعكس بالعكس. ليه مش انت؟ انا مديك صوت. بقولك مش انت ليه متضايقين؟ بس انا زعلت ليه الناس منك دي؟ ان ما تنزلش المستوى. ليه الناس دي؟ انت بص انت مش زعلي. انا كل اللي انت بتقوله ده انا معاك. انا ممكن يعني ما استحملش ان انت عليك ضغوط اكتر مني. خير الخطائين خلاص التوابوا. احنا يعني نحن اعتذرنا ونتمنى ان انت تمثلنا تمثيل مشرف. مش اخلاقنا على الاطلاق، عمري ما عملت كده. نتمنى بس الضغوط انت تبقى انت لازم يا فندم. ده وصلت المساله. بقول لك انهم عارفين ان المواطن بيدلب صوته مرتين. يا حاج بتدخل ويقول لك ايه الرقم 75 والاربعه دي 116. انت موجود في مصر كلها. لازم تستحمل.